been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. خافش، تعالى تعالى. خاف، خاف عشان اخاف منه، انا متاكد من ده. في هذه البقعة عجباني الشجرة دي، فعايز استغل الشجرة دي. سو باد. دلوقتي هعمل تشالنج ان انا هلعب باك فليب وهنزل في مربع ده. ايه هتعمل ايه؟ Watch your words, they come around quick like karma. I'm so sick on dharma. Plowing through these fields, homie, I'm a farmer. Praying on my knees, but I ain't no martyr. Went to the same high school as Jeffrey Dahmer. Like the thing, I'm a young Lebanese scholar. دلوقتي أنا هحاول أعمل فلو حلو كده، يعني هخلط بين الفري رننج والباركور شوية. في هذه البقعة عجباني الشجرة دي، فعايز استغل الشجرة دي، فتعالوا نشوف هنعمل ايه. المشكلة أنا بصور لوحدي وبواجه صعوبة في حطة الكاميرا بقى وزوايا التصوير وكده، فخير يلا نحاول. يعني مفيش حاجة ما بتجيش غير بالمحاولة، فبعيدا عن الصرصرة الكتير يلا نكمل. يلا نكمل. خلاص إن الشجرة دي عجباني، فأنا هحاول آخد شوت هنا. ممكن الشجرة نعمل بيها ايه؟ So bad. فيها شوك. عايز اقع، مش عايز اقع هنا. كنت هنا معفنة، فيها حقن وسرنجات. فلقيتني دي نجيلها يوم تاني. مارك زيس، ها؟ افتكروا الشجرة دي عشان هاجيلها يوم تاني، مش حاسبها. نكمله فلو، لازم نعمل فلو. ها، فكر. طيب سيبوني شوية افكر كده ونشوف هيبقى فيه فلو ولا لا. تعال بس. اسمك ايه؟ ها؟ اسمك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ على فكره انا بخاف منك، ها؟ بس انت طيب، شكلك طيب وجميل. دي ايه بقى؟ صاحبتك؟ خافش تعالى. خاف عشان اخاف منه، انا متاكد من ده. طيب عشان انا جسمي بيهمت خلاص، جيت سور زي ما بيقولوا. يعني دلوقتي هعمل تشالنج ان انا هلعب باك فليب وهنزل في مربع ده، تمام؟ ده تشالنج كده هفضل احاول فيه، وهنهي بيه الفلوج النهارده على امل ان احنا نلتقي في وقت قريب جدا. يلا عشان نطلع اخر باور بقى، عشان ايه؟ المره الجايه هيكون عندنا باور ازيد من اللي عندنا دلوقتي، وده مبدا امشوا بيه دايما، ان كل ما هتطلعوا اقصى حاجه عندكم في التمرين، التمرينه الجايه هيبقى عندكم باور لغايه اقصى حاجه دي، فاهمين؟ فاطلع اخر حبه دول، يلا بينا بدون صرصره كتير. تمام، يا رب اكون كل باين عشان نضمن. انا اخترت المربع ده، هقعد احاول العب باك فليبس او انزل فيه. يلا بينا نبدا. لازم استك، بنزل عليه بس بتخطى خطوه كده، بطلع خطوه كده، فلازم استك.
كنت بلعب بريك دانس زمان برضه حبيبني. ليه زمان بس يعني؟ ليه زمان بس؟ بيني وبينك يعني كنت بعمل برضه فاهم باكورد وبتاع نزلتي هنا 15 غول بتبقلق منها مش اكتر. خلي بالك بقى اه فاهم يعني بس فعلا. انت معاك ايه تاني؟ مش حوار معاك ايه، انا بتمرن على حاجه بس معايا. انا بنزل، عايز انزل هنا في المربع ده بس. كاتب بالصور وبتاع ايه؟ كاتب بالصور بصور. ايوه بتمرن يعني ولا انت لسه؟ بتمرن لا بس تحب تصور ده يعني؟ مش بصور انا على اليوتيوب او كده. عندي شانل وكده. بس انا كان معايا زمان ايه؟ زمان كان معايا حاجات بسيطه. ايه هتعمل ايه؟ ايه حاجه بسيطه. لا لو مش مسخن بلاقي خلاك عشان ما تصابش. ها لا لا كل الكلام ده على ايه فاهم؟ كان معايا فرونت بس ايه معلق انا من الشغله كلها تاني فاهم؟ لازم انت هنا اسفلت. انا كنت بلعب مع هريس زمان. عارف صح بورتو. الله يرحمه الله يرحمه بورتو. انا كنت بلعب انا في فريق بورتو بقى اصلا. بتعرف مارادونا بقى وكارلوس؟ مارادونا اخويا بجد؟ هو هنا تقريبا. حلو المهدرات هنا. لا خالص شرفت باشا. انت ولا انت؟ لا والله. بس هي الكاميرا دي بقى كاميرا ايه؟ بتصور بتطير يعني دي ولا دي؟ ايه؟ بتطير ولا دي؟ لا بتطير دي ده الكاميرا لوحدها غالية قوي يعني. بس دي هي الكاميرا على بعضيها كده؟ لا هي اللي فوق دي الصغيرة دي الكاميرا. وبعد كده الستاند صح؟ ده الستاند بتاعها. معلش عطلتك. لا يا عم في ايه حبيبي؟ انت ريحتني شوية. بس انا لو عايز اتعلم الباركور العبه ازاي؟ على الرملة بقى الأول. على الرملة على طول. أيوة. بس أنا ما بعرفش بقولك. طول عمري طبيعي طبيعي. طبيعي ما بتعرفش لغاية لما جسمك بياخد بقى على الحركة وكده وتفهمها وبعد كده بقى تلاقيك بتلعب في أي حتة. يعني أنا بقالي ست سنين. فرونت بجيبه فاهم؟ بس هو العكس ده ما بيجيش. اتمرن لازم اتمرن. بس عادي ما فيش حاجة مستحيلة يعني لو اتمرنت هنجيبها عادي. حتى لو كان سنك كام يعني. بس هي اللي هي التمرين بس. تمام. حبيبي. رب. بس بس بات. كده خلصت. اوف. كده كون خلصنا التاسكس اللي علينا النهارده. كده انا هروح مبسوط. بس فاهم حاجه اللي احنا استفدنا من الوقت، استفدنا من التمرينه وعرقنا، فاحنا كده استفدنا. بس فده فلوج النهارده. طبعا ما تنساش تعمل لايك عشان ده بيدعمنا بليز. يعني لو انت حابب اللي انا بقدمه فانت ادعو صحابك للشانل بليز برضو لان ده بيدعمني عشان اكمل. حاجه تانية مهمه، لو انت اول مره تشوفني اوعى تعمل سبسكرايب. اوعى تعمل سبسكرايب غير لو حبيتني وحبيت المحتوى اللي انا بقدمه عشان نضمن استمراريتنا مع بعض بليز. لو حبيتني وحبيت المحتوى اللي بقدمه هتلاقي سبسكرايب تحت اللي هو الزرار الاحمر ده، خليه رصاصي. هتلاقي جنبه جرس. لو انت مشترك عندي لازم تتاكد انت مفعله. لو انت مشترك عندي الغي السبسكرايب، حط سبسكرايب تاني لان ده بيفرق يعني، عشان تقريبا اليوتيوب فيه جليتش كده فده بيظبط يعني. لو انت مش بيطلع لك النوتيفيكيشنز بتاعتي فده بيساعد النوتيفيكيشنز تطلع لك تاني. فبس ده فلوج النهارده بس. فانا دلوقتي على الطريق للبيت يعني، فلو في حاجه مثيره للاهتمام اكيد هشارككم بيها، ولو مفيش فده الفلوج النهارده. وشكرا ان انتوا اتفرجتوا لغايه دلوقتي. صحيح فيل فري تو كومنت بقى، عندك كومنت تحت بقى اكتب كومنت اللي انت عاوزه. تمام؟ عايز تسالني على حاجه، عايز تعلم حاجه، اعمل فيديو بخصوص حاجه معينه، عايز تسال على اي حاجه فيل فري تو كومنت يعني، واكيد اكيد هرد عليك في الكومنت لان انا بقرا الكومنت كلها اللي هي التعليقات يعني. يلا كان معاكم شرقاوي، سلام. Watch your words, they come around quick like karma. I'm so sick on dharma. Plowing through these fields, homie, I'm a farmer. Praying on my knees, but I ain't no martyr. Went to the same high school as Jeffrey Dahmer. Like the thing, I'm a young Lebanese scholar.